وإلى الإمارة الباسمة، حيث التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مسؤولي سفاري الشارقة، واطلع سموه على سير العمل في مختلف جوانب المشروع البيئي والسياحي، كما استمع إلى شرح حول المراحل الحديثة التي يتم فيها تطوير السفاري وإضافة العديد من الخدمات والمرافق إليها وتطوير مناطق الحيوانات وكافة خطط التوسع المستقبلية. كما تعرف سموه على مستوى تكاثر الحيوانات الموجودة واستقطاب المزيد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.